الحمد لله احنا مو هالشكل. يعني شنو؟ يعني غيري هالشكل. وهذول الناس هالشكل يسيء الظن بهم. هذا أساس ترفع النفس عن المجتمع وعن الناس. سببه أيضا واضح، قطع النظر عن عقابه بالآخرة وأنه حرام وإثم. حتى العبادة التي فيها العجب لا تقبل. صليته، حججته، زكيته، خمسته، بعدين أعجبت بنفسي. أنا شخصية العمل العظيم أنا قمت به، الصلاة بخشوع، الزيارة، البناء على الحسينية، هذا العمل باطل. يوم القيامة نصف الإسلام يشتغل. الشيء الثاني سوء الظن بالناس، الناس مو زين. هذا شيئان يسبب غلبة الشيطان على الإنسان في وقت قوة غلبته، لأنهما مبعد الشر. بالعكس، في الإسلام الإنسان مأمور أن يحمل فعل المسلم على الصحيح، وحتى فعل غير المسلم، مو مسلم فقط. بالنسبة إلى المسلم آخر، يعني شنو؟ يعني اشتريت شيء من سوق، أنا ما أدري هذا الشيء من قصار لحم، اشتريت لحم، أنا ما أدري هل هذا اللحم مذبوح على الطريقة الإسلامية أو مو مذبوح على الطريقة الإسلامية. لازم أكون مذبوح على الطريقة الإسلامية. حمل الفعل على الصحيح. اشتريت من بقال شيء، ما ادري هذا البقال يخمس او لا يخمس، اقول في نفسي ان شاء الله يخمس. جئت الى داري، قدمت لي طعاما، لا اعلم هل هذا من اللحم المستورد من الخارج او اللحم الذي يذبح في البلاد الاسلاميه. اقول لا ان شاء الله لحم مو مستورد من الخارج، لحم مذبوح في البلاد الاسلاميه. هل هذا الانسان، حتى الفقهاء يقولون اكو سارق، صارت سارق، السرقه موجودين بالعالم. هذا السارق جاء وأعطاك ديناراً، قول هذا الدينار مال صحيح، ولا هو سارق، مو سارق الدينار. فرد إنسان أكو حرام لو سارق، أعطاك كتاب هدية، أعطاك شيء، عزمك في بيتي، أنت تحتمل أن هذا المال من الحرام والسرقة، وتحتمل أن هذا المال إرث من أبيه، أو هذا المال من كد يمينه، أو هذا المال أعطاه إنسان هدية، قل هذا صحيح إن شاء الله. فرد واحد جاء ويشتري منك العنب، لا تعلم هل أنه يصنعه خمر أو يصنعه خل أو يأكله هالشكل. في الأحاديث يقول اشبيع ما دام لا تعلم علما قطعيا أنه لا يصنعه خمرا أو يصنعه خمرا، تحمل فعل على الصحيح، قول إن شاء الله صحيح. هذا بالنسبة إلى المسلم، حتى بالنسبة إلى الخاطئ. أو ذهبت إلى سوق تل أبيب وكلهم يهود، أردت أن تشتري من الدكان شيء، لا تدري أنه هل هذا سرق، سارق يجي بيعه أو لا، بالمعاملة الصحيحة اشتراه، كل شاء الله معاملة صحيحة. رأيت رجلاً مع امرأة في السيارة أو في الشارع ووضعهما مريب، لا تعلم أنه هل هذا يريد سوء عند هذه المرأة، عمل بشع أو لا، قل لا تضع منها. لكن من المكروه شرعا أن الإنسان يضع نفسه موضع التهمة، هذا مكروه شرعا. يعني أنت وزوجتك في الشارع تتكلم بعضكما مع بعض في مكان ظلام حتى يمر الناس ويسيئون بكم الظن، هذا مكروه شرعا. وإذا كنت تتكلم مثلا مع زوجتك أو مع أختك أو بنتك أو أمك في الشارع ومر إنسان، من المستحب أن تنبهه. يقول يا حبيب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات مرة كان يتكلم مع زوجته وأظنها الميمونة في الظلام، فمر صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول لما رآه قال يا فلان طاح، قال نعم يا رسول الله، قال إن هذه زوجتي ميمونة، تكلم معها هي زوجتي. قال يا رسول الله أو من؟ يعني تتصور أنا أسيء الظن بك؟ قال نعم. الرسول قال فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. الشيطان مثل الدم، الدم شلون يجري في جسدك؟ في الأحاديث هذا الشيء، أكو شياطين مقيمة في بدنك وبدني. ذات مرة قلنا هذا الشيء، هالشياطين مقيمة هنا، حتى أن رسول الله عليه وسلم قال ذات مرة على المنبر إن لكل إنسان شيطانا يغويه. قيل يا رسول الله حتى أنت لك شيطان؟ قال نعم، لكن شيطاني استسلم لي. يعني شيطاني يعرف أنه ما يتمكن يتخبط فيه. لكل إنسان هالشيء.
أكو شياطين مقيمة في داخل الجسد. الآن اللي أنا أتكلم شيطان مقيم، أنت اللي تسمع شيطان مقيم، كل بشر فيها شيطان مقيم وفيها ملائكة مقيمة. واحد جمع السعادات والكبار ينقص جمع، وهذا كلش خوش كتاب على الشباب كلهم أن يطالعوا هذا الكتاب من أوله إلى آخره، من أجمل الكتب في الأخلاق هذا الكتاب جامع السعادات. ثلاث مجلدات رحت للعراق أو الإيران ولا عنه مختلف الأمير أو غيره، موجود هذا الكتاب ويباع بثمن رخيص لعل كل 400 ثلاث دنانير. هذا من أجمل الكتب، أحد علمائنا الكبار قبل 200 سنة تقريبا مؤلف هذا الكتاب ويسمى بجامع السعادات. حتى قسم من خطبائنا كان يحفظون هذا الكتاب عن ظهر القلب، لأن هذا من أجمل الكتب الأخلاقية. وقد جمع فيها مؤلفه العظيم الأحاديث الواردة عن النبي والأئمة الطاهرين حول الأخلاقيات والاجتماعيات والتربويات وما أشبه. جامع السعادات هناك ينقل نراتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في قلب كل إنسان قلتان أو لبتان، لمة من الملك ولمة من الشيطان. مركز شرطة، نبقى مركز شرطة هنا في قلبك وقلبي مركزان للشرطة، مركز شرطة يعني دائم. وكم شرطة فيها؟ الله العالم، 4 5 10 أقل أكثر، ويختلف الناس في الشرطة. الشاهد أن رسول الله قال لذلك الإنسان الذي يمر، قال يا فلان إنها زوجتي ميمونة، لأن إحدى زوجات الرسول تسمى بميمونة. إن هذه زوجتي ميمونة. قال يا رسول الله أومن؟ يعني أنا يعني أتي أظن بك؟ الرسول قال له نعم، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. لكن ممكن ألقى الشيطان في ذهنك أنه شنو النصف الجيل الرسول يتكلم ويترجم؟ لا تتعجب بنفسك أبدا، لأن الإنسان مو معلوم، لعل الإنسان عبد الله 100 سنة وأخير شيء الحرم. الحكم بالنفس. سلمان الفارسي أحد صحابة رسول الله واسمه معروف لا نسميه، قال له هل لحيتك أفضل أم ذيل الكلب؟ أراد الاستهزاء بسلمان. سلمان قال إن لنا معبرا اضطراب، إذا جزته فلحيتي أفضل، وإذا لم أجزه وسقطت في النار فذيل الكلب أفضل. طبيعي واحد اللي يروح على جهنم الكلب أفضل، لأن الكلب يروح على جهنم. العجب إنسان لا يتعجب بنفسه أبدا، يفكر في أن الله تعالى هل غفر له؟ لم يغفر له؟ يجوز الصراط؟ يجوز الصراط؟ الشيء الثالث سيء سوء الظن، أن يسيء الإنسان الظن بالنار مهما كان الناس. لعله أنا رجل عادل وهو رجل فاسق، لكنه أخير شيء يتوب إلى الله ويصير إنسان طيب، وهذا الإنسان العادل يصير إنسان سيء. أكو في حديث إن فاسقا كان فاجرا فاسقا، هذا القصة مذكورة في البحار في بني إسرائيل. أنا رجل فاسق فاجر، إنسان جدا سيء كلش. ذات يوم تنبه وقال احنا قضينا عمرنا بين خمر وبين حساب وبين بوزية وبين اعمال منكرة، وعلى نفسي من الله وانا قتوب وانقلع، وهو لا يعلم هل ان توبته تقبل او لا تقبل. جاء لعابد في المسجد في المصلى وقال له اني عملت كذا وكذا وكذا، هل يقبل الله توبتي؟ العابد قال نعم، الله يقبل توبته. فتاب الفاسق على يد هذا العابد الزاهد، وهو حقيقة عابد زاهد إنسان طيب. فخرج، وخرج مثلا أفرم هذول خارج البلد وقصد البلد. في الطريق الشمس كانت لافحة تؤذيهما بحرها. العابد قال للفاسق ندعو الله تعالى أن يرسل علينا قطعة من السحاب يظللنا. الفاسق قال أنا شنو أدعو الله؟
علي لا بارحة أقول له تعالى أنا الله يتبعي قال له يا خالد كلنا ندعو فدعوا الله سبحانه وتعالى حتى يرسل لهما قطعة السحاب تغلبهم وإذا تبينت قطعة السحاب الله جاب دعاهما وقال السحاب على ذهب 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 حتى وصل آخر إلى بنيد الجار هذا يريد يوحل الشرق العابد والفاتق يريد يوحل المنصورية الطير يختلف اختلف في الطريق وإلى قطعة السحاب تظلل الفاتق يروح عليه مو العابد هذا قد عشر قال العابد شنو هذا تعالى تعالى جاهد الأنبيين قال نعم لأن الله سبحانه وتعالى تاب عليه وفضلك ومن الممكن أن إنسانا الله يفضله على إنسان لأن قلبه صار أطهر وحبه من الله صار أكثر قصة عابد بن إسرائيل عابد بن إسرائيل طيبها مو مطيب لكن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات وصار هذا الإنسان كيوم ولدته أمه شاهد في أنه العجب إنك سوء الظن بالناس لا يسير أبداً إلا يشوف بعيني قد يكون أنا أشوف بعيني فلان يشرب خمر أشوف بعيني فلان إنسان مثلاً كذا الناس يقولون من الممكن كذا وكذا لا هذا كله محج شرعان شيء ثاني والشيء الثالث أن الإنسان يتجنب مواضع التهمة كما ذكرناها في قصة ميمونة الإنسان يتجنب مواضع التهمة ليروح فرد مكان أفرض أنا رايح إلى لندن وأريد أشوف على أن هناك العراق شلون ذهبت إلى هنا لما خرجت ناس شافوني قالوا لي هذا ونشا أو رحت إلى مقمر مثلا أشوف ما أريد أقامل هذا مو صحيح ومن دخل الإمام جعفر عليه الصلاة والسلام قال ومن دخل مداخل السوء والتهم ولذا في هذه الآية الكريمة الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام قال للزهري زهري أحد العلماء الكبار يسمى زهري قال يا زهري فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا فهو ليس بمذنب مضمون كلام الإمام يعني إذا رأيته بعينك ارتكب ذنبا أما إذا لم تره بعينك الناس يقولون لماذا لعت من يفسين ما يمر لماذا ويا فلان فتاة يتكلم والمذنب لعله يتكلم في فتاة في إصلاح في هداية في إرشاد لعله من ورد سينما مار لأنه بيخسر الصديق هناك وطلع وشاف الصديق وفي الحقيقة في كثير من الأحيان هالشكل يعني الإنسان وقت اللي يحقق يشوف هؤلاء ما كانوا سيئين وما كان عنده عادة مو زينة وقصد مو زين يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم يقولون علماء النفس يقولون هذا مو في نفع ذاك حتى في نفعك أنت يعني أنت إذا أتأت الظن بالناس تقاطع الناس في واضح نتكلم على الناس في واضح فإذا قاطعتهم هم يقاطعون هم يتكلمون وإنما هذا في نفع الإنسان نفسه الإنسان حسن الظن بالناس الإنسان هم يحسنون الظن به الإنسان السيء الظن بالناس الناس هم يسيئون الظن به الآن لاحظوا الاجتماع أي إنسان حسن الظن بالناس الناس مكتفين حوله أي إنسان سيء الظن بالناس الناس مبتعدين عنه جربوا هذا وهكذا بالنسبة إلى الصفات الأخرى مثل العجب الإنسان المعجب بنفسه دائما يترفع عن الناس الناس يتجنبونه أقول في حديث النبي كان قاعد النبي رئيس حكومة كلنا نعرف رئيس تشريع والنبي ورئيس دورة فرد واحد إذا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فلان من أصحابك صنع كذا النبي سكت ما قالش فرد واحد إذا قال لي يا رسول الله فلان صنع كذا الرسول سكت ما قالش لان إنسان إذا قال يا رسول الله فلان صنع كذا الرسول سكت ما قالش بعدين غضب الرسول وصعد المنبر قال أيها المسلمون لماذا تخلوني صدري يوغر منكم دعوني أذهب إلى ربي وصدري نظيف منكم قال خلوني أنا أموت وصدري نظيف على هذا يتكلم على هذا وهذا يتكلم على هذا وهذا يتكلم على هذا يعني يملقهم كلهم
موظف والأمير والوزير والسفير، أكو إنسان الناس يتكلمون ضده. حتى أكو في قصة جميلة، ذات مرة موسى عليه الصلاة والسلام، وهذا العمل لتعليمنا نحن ولا الأنبياء هم معلمون، موسى عليه الصلاة والسلام قال: يا رب اعمل عملا الناس يحبوني ولا يتكلمون علي. الله تعالى قال له: إني ما عملت هذا الشيء حتى لنفسي. نفسي هم يعرفون الله، نفسي هم يتكلمون على الله، هذا تعليم إلنا. فكل الناس بعضهم أعضاء في وضع. إذا أردت وأردت أن نسمع كلام الناس معناه أنه كل الناس مجرمين. لذا الرسول قال لهم: دعوني أذهب إلى ربي وأنا نظيف الصدر عنكم. الرسول يعلم كل شيء، لكن هذا تعليمنا نحن. قال: دعوني أذهب إلى ربي وإني نظيف الصدر منكم. لماذا يأتيني أحدكم ويتكلم على صاحبه، ويأتي الآخر ويتكلم على صاحبه؟ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. وصلى الله على التوفيق لما يحبه ويرضى.